بقول لك ايه؟ بلا قبه بلا نيله، انت رايحه الجامعه عايزاكي كده تستلقطي لك عريس ابن حلال وابن زواج وغني مقرش يا نجيبه، يشيلنا من الشقه اللي احنا فيها ضنايا، يكون في سنه رابعه عشان اوام اوام، ويكون عنده عربيه كده فيها فتيس غرز. غرز يا ماما؟ ايوه عايزه اتفسح في الصحراء يا نجيبه. انت هتقعدي تفكري لي فيها، خدي السندوتشات اهو. سلامه يا دلو. نجيبه العريس. اه ركزي في القبة يا نجيبه، ركزي في العريس يا نجيبه. القبة يا فلتة، العريس يا سنة أولى ولا عسل لسه ما نعرفش، بس في كام حتة جامدة عدوا من قدامنا. عرفوا بقى ليه أنا مثبت في سنة أولى. يو ذا مان، دايما بتكلم من موقع لحظة. إيه دي جامد؟ أوبا إيه بقى؟ غزالة شردة إيه؟ لعبة السنة دي أوي كده، كلها سنة أولى. إكسكيوز مي، انطلق. ممكن معلش تقولي فين كليه الاثار؟ انا نبيل السلطان. هاي عمده كليه الاثار ومن اهم المؤسسين. هاي انا هنا. شغلتي في الكليه بلبل كابورليه، لان عربياتي زي ما انت شايفه كلها كابورليه. اوه كول. ما بتقش عربيات ام السقف دي، صيف شتاء فاتح السقف فاتح. يا جامد. يا بلبل يا بلبل يا بلبل. هذا وقد بدأ عصر الأسرار في الدولة المصرية القديمة عام 3200 قبل الميلاد، عندما وحد الملك مينا القطرين الشمالي والجنوبي، مما كان له أبلغ الأثر على المعتقدات المصرية القديمة. فقد رأى المصريون القدماء في مظاهر الطبيعة العديد من الآلهة، وبنوا لها التماثيل العديدة ليتقربوا إليها ويقدموا إليها القرابين. الله، أنت بتكتبي إيه يا بنتي؟ أنا؟ أيوة أنت. حضرتك بتقوله، بس كل اللي أنا بقوله موجود في الكتاب بتاعي. ما أنا حضرتك حافظة كل الكتاب بتاعك. تحب أسمعهولك؟ ما شاء الله، أنت اسمك إيه؟
نجيبة متولي خلي. انت الاولى على الثانوية العامة. 101% يا ابن اللازم يا بيلو، مش قاطع البنت الاوكسل في الدفعة، سيب لنا الاشكال دي. سافرت كل ما بيا، رحت مارينا، شرم، سيوة. Hey, let's do it. ممكن نطلع امتى؟ Sure, anytime. بس فوق كده شوية نضرب فيلم ميد نايت وبعدين نسافر، اوكي؟ You're such a naughty boy. نجيبة. يلا يا نجيبة الحصة هتبتدي. الجرس فضل عليه ربع ساعة. يلا بلاش لكاعة. انت اصلا ايه ده؟ في حاجه جريت بسرعه كده. دي دفعه اولى بس ضايعه السنه دي. دي الاولى على الثانويه العامه يا سيدي. واسمها نجيبه. نجيبه قولوا ورايا. مصر من اعظم البلاد السياحيه في العالم. مصر من اعظم البلاد السياحيه في العالم. المناطق السياحيه هي الاماكن التي تتوفر فيها الخصائص الطبيعيه. المناطق السياحيه ها؟ انت مالك؟ ها؟ انت مالك؟ الكتاب بيقول معالم حضارية يبقى معالم حضارية. ها؟ انت حتفتي؟ ده كتاب وزارة يا ابني، كتاب وزارة. الدرس ده يتكتب 20 مرة في الكراسة وتيجوا حافظينه سم. سامعين؟ اتفضلي يا حبيبتي. كده يبقى 6 جنيه ونص. ازيك يا عم متولي؟ اهلا اهلا يا ابو السيد، بالنجاح والتوفيق ان شاء الله. اشوفكم زي نجيبه بنتي يا رب. ما شاء الله الحال ماشي اهو. الحمد لله. والله لولا وقفتك جنبي يا سيد انا كنت لص. المكنه اللي انت بعتها لي دي جت لي نجده من السماء. اقعد اقعد. ها تشرب حاجه؟ لا يا عم متولي انا جاي عشان القسط. قسط ايه؟ مش لما يجي اول الشهر. ايه الله اكبر، اقول الحال ماشي والست نجيبه كمان بتساعد. نجيبه بتساعد نفسها يا ابني، يا دوبك بتجيب مصاريف الجامعه. الحياه بقت صعبه قوي يا سيد. عايزه لسه الاسامي طلبه السرابه عليك. مش معنى الولاد بس. حضرتك عايز اعمل بحث. بحث؟ بحث عن ايه؟ هاني حسين رباء اثار رئيس اتحاد الطلبه وابوه وكيل وزاره وعنده عربيه فيت 128. ايه روح يقلبها توك توك اكسب له. يوسف عبد العاطي رباء اثار عنده عربيه مرسيدس وابوه تم القبض عليه في قضيه مخدرات. خروبي مش سكتنا غيره. ما كده يا ماما، خلاص سنه رابعه خلصت. يا بنت دعبشي تاني. نبيل صبدي 25 سنة عنده عربية بورش. اهي بقى. وفي سنة أولى. اوه قاعد في سنة أولى بقاله 25 سنة يا نجيبة. يا ماما بيسقط بيسقط. ما قلتلك يا بنت مدي ايدك واتي من رابعة. كلهم مرتبطين في رابعة يا ماما، أنا رجعت لسه اسم اسم. وده غني ده يا نجيبة؟ من أغنى أغنياء مصر. أبوه بيشتغل ايه؟ حرامي. باباه حرامي يا ماما. وأنت عرفتي ازاي؟ أصل أنا دخلت على النت جبت معلومات عن أبوه. تحب أسمعهولك؟ عبد العزيز الصفدي اتهم في قضية توظيف الأموال وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنين والقضاء في سجن المزرعة. بس خلاص خلاص، مش قضى المدة وخرج لنا بألف سلامة. نبتدي بقى مع بعض صفحة جديدة. وده بقى هتتعرفي عليه ازاي؟ ازاي؟ ابتسمي له ابتسامة واسعة من بعيد، فهذا من شأنه أن يؤثر فيه تأثيراً لحظياً. فإذا لم يلتفت، فتعمدي أن ترفع صوتك حتى يسمعك، وكأنك تكلمين شخصاً آخر. جو حلو قوي النهاردة. إذا لم يلتفت، فلا مفر من الصدام. يجب أن تصطدم به وكأنك غير متعمدة. بس نظارات كعبة كوباية يا حاجة.
وقد نظم أحد شعراء عصر رمسيس الثاني قصيدة رنانة تحدث فيها عن أخبار هذه المعركة، ونحن مدينون لهذه النصوص القديمة. أنت إيه اللي بتعمليه ده يا نجيب؟ أنت بتحب الواد نبيل ولا إيه؟ لا أنا ما بحبوش، أنا عايز أقرب منه بس مش وفي إحدى الروايات. وتقربي منه ليه؟ إشمعنى هو بقى يعني؟ يعني إذا كان هو يعني مش مرتبط أو أنا مش مرتبطة. آه دي أنت داخلة على كبير بقى، الجواز على طول يا مز. دي مرحلة لسه مش هتكلم فيها دلوقتي خالص، عشان إحنا لسه في سنة أولى. بتفتكري ياخد الموضوع جد؟ ما ياخدوش جد ليه؟ ها؟ ما ياخدوش جد ليه؟ شايفاني بهطل؟ أنا بهطل. يا نجيبة. أنت يا اللي بتلغي هناك. أنا؟ أيوة أنت. أنا كنت بقول إيه دلوقتي؟ سوري يا دكتور كنت سرحانة شوية. اتفضلي اقعدي. أنت ما كنتيش سرحانة يا هانم. أنت كنت بترغي مع اللي جنب منك. أه؟ أنت النجيبة اللي جنب منها؟ اتفضلي من فضلك قومي. قولي لي أنا كنت بقول إيه؟ واستطاع رمسيس الثاني أن ينتصر في موقعة قادش، وكانت أول مرة تستخدم فيها العجلات الحربية. آه. أنا صحيح كنت بقول كده. اتفضلي يا عم. يخرب عقلك، حتى وانت بتلوكي مركزة؟ بصي قدامك يا نجيبة. يا جماعة أرجوكم نهدى شوية، اتفضلوا استريحوا. الانفعال الزايد مش هيجيب أي نتيجة. يا فتحي بيه ولادنا هيجيعوا مننا. دي بنت ريم من كتر الرعب اللي عايشة فيه بتعمل بيبي على نفسها. بيبي على نفسها؟ لا إلا الحمام. دي كانت لدغة في حرف واحد، دلوقتي لدغة في كل الحروف. علي ابني بقاله 3 أيام ما بينامش، ده مخه هيضيع، نازل حفل ليل نهار، لا بياكل ولا بيشرب. كل ده عملته نجيبة؟ دي بنت صغيرة وما عندهاش أي خبرة في التدريس، إزاي تدوها مسؤولية كبيرة زي دي؟ دي منعاهم من الفسحة ومنعاهم من دخول الحمام. إلا الحمام، المدرسة دي هتتفصل والنظرة كمان هتترفد. أنا لا أسمح في ظل سياسة معالي الوزير الجديد أن يدار أي ولي أمر أو أي طالب. حمام؟ إلا الحمام. المناخ في مصر معتدل معظم أيام السنة. المناخ في مصر معتدل معظم أيام السنة. أبلة أبلة. نعم نعم. بس الدنيا حي وما يروح بس يا أبلة. الوزارة قالت ايه؟ ها؟ الوزارة قالت ايه؟ قالت المناخ معتدل يبقى معتدل، مش حنفت. المناخ يا بنت؟ معتدل وطياوة. ايه؟ جبتي طياوة دي منين؟ ها؟ هتكتبي في الامتحان طياوة؟ هتكتبي في الامتحان طياوة؟ اترضي. أي طياوة ايه؟ أي طياوة ايه؟ أستاذة صباح، انتي لما جيتي تعيني البنت اللي اسمها نجيبة اللي كانت طالعة الأولى عشان تدرس، كنتي مدركة أبعاد الموضوع ده؟ طبعاً يا فندم، دي مجتهدة جداً وبتقوم بواجبها على خير وجه. اتفضل عندي في المكتب يا فندم، أنا لما تشرب قهوتك أكون ندهت لها. لا 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 لا، أولياء الأمور عمالين يشتكولي، دي عاملة رعب الأولاد. مش ممكن يا فندم، ده حتى الأولاد يعني من كتر حبهم ليها ما بينزلوش الفسحة. عشان حبساهم منعاهم من دخول الحمام. استحالة يا فندم. أنا لازم أشوف الفصل بتاعها وأعرف هي بتعمل إيه مع الأولاد. الفصل بتاعها فين؟ أهو. كياب. جلوس، جلوس يا أولاد. الأولاد عاملين إيه يا نجيبة؟ بتدرسي لهم إيه؟ دراسات اجتماعية موارد وشخصيات. كملي الدرس. مصر من أعظم البلاد السياحية في العالم، لماذا؟ هل كلهم يجمعوا ولا حد لوحده؟ يعني كلهم عارفين؟ طب جاوبي انت. لأن بها المناطق السياحية وهي الأماكن التي تتوفر فيها خصائص طبيعية وبشرية ومعالم حضارية وأثرية. ما شاء الله. براو براو. انتوا وصلتوا لغاية فين في المنهج؟ حضرتك احنا الأسبوع الجاي نكون خلصنا المنهج كله. وباقي السنة هتعملوا فيها ايه؟ هنراجع اللي احنا حفظناه. كويس كويس. نجيبة، انت ليه بتمنعي الاولاد ان هم يروحوا الحمام؟ انا يا فندم ابدا، في حد اولاد عايز يروح حمام؟ واضح
ان هم ما دخلوش الحمام بقالهم سنه بيخف عليهم شويه يا نجيب. سفريه امريكا هتطير مني السنه دي لو سقطت في الترم ده. شرط ابويا ان انجح عشان يخليني اطلع عند خالي في امريكا. عليكوا على نجيبه، هي اللي هتظبطك. وبمناسبه ايه ان شاء الله؟ بمناسبه انها بترسم عليه. بتسمع ليا؟ ازاي يعني؟ انا عرفت من لميا صاحبتها انها عايزه تتجوزها. يا نهار اسود. اوصل لنفسك لمنى وخش عليها. وانا هبص على واحده مجنونه زي دي ازاي؟ اسمع يا بولبي، مش نجيبه دي اسمها بيبدا بحرف النون؟ اه. والبقيه حضرتك بتبدا بحرف النون. اوكي. تبقى خلصت يا معلم. مش فاهم. تقعدوا جنب بعض في لجنه واحده وهي تظبط لك الامتحان. وهي هترضى تغششني. دي يغمى عليها من الفرحه لو طلبت منها اي حاجه، بس انت تسبل لها. اسبل لها ازاي يعني؟ احبها؟ لما يبقى جنبك موز زي ده في الامتحان يبقى انت اكيد عديت السنه دي يا معلم. وسفريه امريكا ما راحتش عليك يا ابن المحظوظ. اي اي جيني حد شاف نجيبة؟ وانت بتسأل عليها ليه؟ عادي يعني. في متحف الكلية. اوكي ثانك يو. ايه رأيك في المفاجأة دي؟ نبيل! أنا شايفك مندمجة مع الكوتش اندماج جامد قوي، مين ده؟ دماغي خفرع. خفرع؟ خفرع. أنا زي اللي سمعت الاسم ده قبل كده. إيه ده؟ أنت إزاي في كلية آثار ما تعرفش مالك خفرع بين الهرم الأوسط؟ ربنا يفتح عليك يا شيخ. بصي بقى، أنا فتحت موقف موضوعنا وقلت لنا في واحدة عاوزة تتجوزني. قالت لي لسه لازم تنجح في الأول وبعدين نتكلم في الموضوع ده. طب كويس، يعني هي ما عندهاش أي اعتراض، إيه المشكلة؟ أنجح إزاي بس؟ يعني سيبها على ربنا. يا نبيل، العلم هو الوسيلة الوحيدة الذي يرتفع بها شأن الإنسان إلى مراتب الكرامة والشرف. نعم؟ من دعائم الديمقراطية أن تعبر عن رأيك بحرية تامة. الكلام ده أنت جايباه منين؟ في ظهر أي كتاب من كتب الوزارة هتلاقي مكتوب إرشادات مفيدة جدا لازم تحفظها طم. يعني مثلا لو قريت الإرشاد رقم 9، التدخين يدمر الصحة ويبدد المال، أكيد ما كنتش هتدخن. وانا عمري قريت اللي في الكتاب لما هقرا اللي في ظهره. ده هم 10 ارشادات بس، تحب اقولهم لك تاني؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك، خلاص ميرسي ميرسي خلاص. ارشادات الوزاره يا نجيب وعايزاه يخطبك. اه هو عايزاه يخطبك. اه عشان واحد زي نجيب يخطبك لازم تلفتي نظر يا نجيب. اعمل ايه يعني؟ يعني تعملي لوك جديد، تعملي ميك اب ريلز بستايل وموزه. يس. يعني احط له ميك اب عشان يتجوزني؟ ما انا بعد جوازها هشيل الميك اب. خلاص يبقى هو كده اتدبس. اتدبس؟ بس انا ما احبش اضحك على حد. طب خلي بقى ارشادات الوزاره دي تنفعك. اه خلي بقى ارشادات الوزاره دي تنفعك. بس انت قلتي لي اقول له كلام البره المجرد. كان كلام تاني خالص يا نجيبه. اه كان قصدي كلام تاني خالص. كلام تاني خالص ازاي يعني؟ كلام منين؟ انا طول عمري ملتزمه بكتاب الوزاره. فاكس ده ينفع في الامتحانات بس في الحياه لازم تستعيني بحاجات تانيه. حاجات تانيه زي ايه؟
مش اي شاب اتخلق يعمل لي قلق. مش اي شاب اتخلق يعمل لي قلق. العسل حلو بس النحل بيقرص. العسل حلو بس النحل بيقرص. اللي يتهور معانا يتعور. اللي يتهور معانا يتعور. زي ما انتوا شايفين درسنا النهارده على البيراميدز، والبيراميدز حاجه ستايل قوي، السياح بيجي من كل انحاء العالم عشان يشوفوها ويركبوا الكامل والهورس ويعملوا سفاري. يس 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 يس. على فكره انا اتخنقت وعايزه انتخ شويه. ايه ده؟ مين دي؟ دي مرموزين نجيبة في ثوبها الجديد. نجيبة؟ نجيبة! ما بتشتغليش ليه؟ حضرتك احنا مأنتخين شوية يعني. مأنتخين؟ مين اللي يقدر يقول لي ما هي أسباب اندلاع الثورة الغرابية؟ قوم يا مأنتخ قوم. أصل عرابي كان معبي الشقة من خديوي وتوفيق، ولما اتخنق منه راح واخد قرص وطلع على قصر عبد الدين وقال له ما تفكك مني يا عم، ده احنا كلنا ولاد تسعة شاط البطة السودا وعليا النعمة محد هيعممنا ولا يلوظنا بعد اليوم. نهارك اسود ومنيل. ايه ده؟ حضرتك قصده لانه زل ولانه استعبد بعد اليوم. انسه نجيبة التزمي بكتاب الوزارة قراضي يا الوز الخديوي. يس يس. ما تصونك شهر. اوكي اوكي. عندي في البيت. اوكي انا هاجي عندك البيت بكره. يا حفله كده صغيره بمناسبه ارتباطنا. واو يس. ممكن اجي معايا حد بكره؟ اوكي قوي. اوكي سي يو. باي باي. يس كول مي. اوكي اوكي. هاي داد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا بنتي. ايه ده ترعبي فوقيه؟ مين دي؟ صاحبة نجيبة؟ سلام تشوف يا بتولي، دي نجيبة نفسها. نجيبة بنتي؟ اه. لا والله. ربنا. نجيبة! أنت يا بنت الكل! يس داد! وأنت يا بنت اللي نزلت من العربية اللي وقفت قدام البيت دلوقتي؟ يس! ومين الواد البسكليت ده اللي وصلك؟ أنت في الكلية داد! نعم يا أختي، أنت مهني إيه؟ زميلة في الكلية داد! وإزاي تسمح لزميلك إن هو يوصلك في وقت متأخر زي ده؟ بقول لك إيه يا ميتو؟ كبر الجمجمة فكت من اللبش ده. يس. ايه فكر من اللبش يعني؟ يو يعني روق نفسك. اشوفك في بيت العدل يا نجيبة يا بنتي. يا رب اشوفكم بيت الاشواح ان شاء الله. بنت نجيبة انت بنت انطاي يا بنت. كنت فين لغاية دلوقتي مع الواد اللي مش كويس ده؟ انطاي في الديسكو داد. ديسكو؟ يس. ايه الديسكو ده؟ ديسكو مكان يسهرون فيه يركسون يسكرون يرتكبون الرزيلة. الله أكبر. هي وصلت الرزيلة. طب أنا هوريكم الرزيلة. روح بس يا أنا هوريكم الرزيلة. أنا بقول لك.
هتخرجوا هنا بقى، وروني هتخرجوا ازاي، ومش هفكني من اللبش، ومش هكبر الجمجمة. جوازنا وخطوبتنا ايه رايك بقى نقضي شهر العسل فين؟ كوبا او ماليزيا؟ كوبا ولا ماليزيا؟ وممكن قمصه، بيقولوا شاليهات هناك جامده جدا، بس هو الناموس. ناموس نجيبه، انا خايف ان الحلم الجميل ده ما يتحققش لو ما نجحتش. ان شاء الله هتنجح، مش هسيبك. كل الاسئله ها؟ ياه شهور الاقبال والاختيار. طبعا طبعا. ايه الصوت ده؟ في صوت. ده ينجح التنسيل ورا بعض. انا ورقتي بيضا. ثانية بس السؤال التالت وخلصه على طول. كتير ثانية اي حاجة. احنا عايزين مقبول بالعافية. طب اكتب عندك اول سؤال. تعتبر الملكة يا حطب هي الملكة الام للاسرة الرابعة. اكتب. مديدة انا مش فاهم ولا كلمة مني. اديني شكلي كده غصب. بصي مش خلصتي؟ طب هات الورقة بتاعتك كده. نو. خدي الورقة بتاعتي وجيبي لي فيها اللي هتضيع ليه. يلا. انا بس عشان الحلم الجميل ده يتحقق. بص عليا كمان، بص قدامك. استغفر الله العظيم. ايه ده؟ اكتب اسمك ورقم جلوسك ليه؟ اكتب اسمك ورقم جلوسك. اللي ناسي يكتب اسمه يكتبه. فاضل 5 دقايق وهنلم الورق. انا خلصت. غلط على فكره. الوقت خلص، الوقت خلص. أنا مش قادر أصدق،
هو اللي حصل ده حصل بجد ولا انا بيتهيألي؟ نجيبة الفلتة تسقط ازاي؟ ده اكيد كابوس يا فوقية، الاولى على الثانوية العامة تسقط وفي اول ترم. مش ممكن مش ممكن، ده انا مراجع لها الكتاب كله ليلة الامتحان وكانت حافظاه بالحرف وبالكلمة. طب ازاي ده حصل يا ناس؟ ازاي ده حصل؟ اسكت بقى يا متولي، البنت قافلة على نفسها طول النهار، أنا خايفة تعمل في روحها حاجة. ما بتردش عليا من الصرمة، والله اللي بديك بتكزمة لما أشوفك. واحد الله يا اخويا بس بمهر، كلك لقمه وبكره ربنا يعدي. ومين اللي نفسي يشرب ولا ياكل بس؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب. ليه كده يا بنتي؟ ليه؟ الو جمعنا كلنا النهارده طاقه بردانيه، مبروك على المدى اللي خدت فيها بيتشي. When you start take what you were enough, move your body never ever rest right. When you see yes you get a send up, when you hear us put your hands up. نور الف تيم زائد ح ناجح طاير من الفرحه، ناجح يرفع ايده اعزائي المستمعين، يلا كله يرقص في الشمال ويمين. عشت حياتك عملت لنفسك ايه؟ اسيبنا وتقلب يا بختك يا ابن الايه. We did it and that what we're looking for. Dance and dance, we're gonna shake the floor. Let's party, close all the doors. شايف كل واقف ما حدش سامع ليا، يلا كل يركز خلي ودنه على الاغنيه. يلا يلا كله فوق مع السقفه، لا 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 مش عايز ايدين واقفه. قاعدين مجمعين في الحفله مايسين، شباب بنات كلها جامدين. ركوكم الروتين خليكم صحصحين، وللمزيكا دايما سامعين. ترزيع تخبيط تنطيط البيت نجيبه. اهلا نجيبه. مبروك يا ابو الكباتن، مش كنت تعزمنا؟ معلش انا جيبه، اصل I was very busy. انت ما تردش على تليفونك ليه؟ بقالك 10 ايام مختفي. اصلي قصدك قله الاصل. نجيبه ارجوكي، انا بتكلم معاكي بعدين واشرح لك كل حاجه. اوكي تشرح لي؟ انت صدقت ان انت طلعت الاول ولا ايه؟ حضرتك جاي امتى ان شاء الله؟ اجي فين؟ تيجي عشان تتقدم لي، عشان تخطبني، مش ده كان اتفاقنا؟ ها طبعا اوف كورس نجيبه، اوف كورس منوره. هاي نجيبه بيبي، انا زعلت قوي لما عرفت انك سقطتي السنه دي. هارد لك، نو بروبلم يو كان دو ات. نو بروبلم، اهم حاجه بس نبيل ان هو نجح وطلع الاول. ديفينتلي بيبي. او ماي جاد، حرام. انت ما تعرفيش ان انا ونبيل اتخطبنا؟ ايه ايه يا بيلا، انت ما قلتلهاش ولا ايه؟ لا اصل انت سافل وواطي وحقير، وانا هطلع عين اهلك. او ماي جاد سوري يا بيلا، اصل هي طلعت بيئه طحن. اوه انا بيئه، انا بقى هوريكم البيئه. يس Yes!